وصلنا أولى مساحاتنا لليوم رح تكون ضمن المساحة الطبية، ورح نسلط الضوء فيها رشا على موضوع العين وأبرز أمراض العين. يعني نحن نعرف العين قديش حساسة طبعاً. نتيجة الساعات اللي كتير نحن عم نقضيها قدام الموبايل، شاشة الموبايل، مرحوا للتلفزيون كأنه الكهرباء رح نقول على الموبايل، فكتير من أشخاص منلاقيين عم بيعانوا من مشاكل بالنظر، وخصوصا الأطفال وبأعمار كتير صغيرة. أكيد نرمين، مثل ما قلنا العين هي يمكن أكثر جزء حساس بالجسم الإنسان وبالوجه. يعني شوفي إذا هيك غبراية صغيرة نحن ممكن نروح لدمع لساعة. يعني اليوم حبينا ضمن مساحتنا الطبية نخصص فقرتنا لنحكي عن مد النظر، طول النظر، شو هنون هدول الأمراض، إيمت ممكن الشخص يلجأ للطبيب، وإيمت الأعراض ممكن تظهر على المريض، شو هي رحلة العلاج، الأسباب والأعراض. أكيد معلومات كتير مهمة حيعرفنا عليها ضيفنا لليوم الدكتور أشرف سرور، أخصائي بأمراض العين وجراحتها. يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نبلش بموضوع بقصر البصر. لما نقول إحنا قصر البصر يعني بنقصد فيه الحسر، تمام، له مصطلحين، فشو هو؟ خلينا نعرف المشاهدين فيه. هلا هو حالة مرضية، خلينا بس نعرفهم بالشيء الطبيعي لنميز الشيء المرضي. العين بشكل طبيعي عم يدخل ضوء عليها، عم ينكسر هذا الضوء لما بيمر بالقرنية وعدسة العين ليوصل للشبكية. معناتها أنا بدي شرطين أساسيين ومهمين حتى أنا شوف بشكل واضح، بدي يكون طول العين طبيعي، تمام، زائد القوة اللي عم تكسر هالضوء منطقية. فإذا كان عندي اختلاف أو مشكلة مرضية بطول العين، سواء العين طويلة أو قصيرة صار في مشكلة، أو القوة اللي عم تكسر هالضوء قليلة أو زائدة كمان في مشكلة. هلأ لنفصل بقصر البصر أو حسر البصر الميوبيا. حقيقة أنا عندي واحدة من آليتين اللي حكينا عنهم، إما العين طويلة، تمام، أو إنه العين يعني طولها، طول العين، العين حجم طول الطبيعي، حجم كطول، تمام، بين 22 ل 26 ميلي، هذا الطول زايد عن الطبيعي، فهي أحد الآليات المشكلة اللي عم تسبب هالمشكلة، أو إنه القوة اللي عم تكسر الضوء اللي فايت للعين هو زايدة. طيب يعني شو معنات هالكلام أو التنتين سوا؟ معناته إنه خيال الجسم اللي أنا عم شوفه عم يجي قدام الشبكية، تمام، فبالتالي أنا الجسم اللي بعيد عم يجي خياله أمام الشبكية، كل ما قرب مني هذا الجسم عم يقرب من الشبكية. لذلك المريض يلي عنده قصر بصر أو حسر بتلاقيه هو بيقول لك أنا دكتور الشغلات البعيدة ما بشوفها، شيء قريب مني كل ما قربت أنا منه أوكي بشوف، أما إنما الأشياء البعيدة ما عم أشوفها. هي هي الخلاصة اللي بتخص قصر البصر أو الحسر. طيب حكيت دكتور نقطة بأعراض قصر النظر، وقالت إنه الأشياء البعيدة ممكن تكون ضبابية أو دخان، خلينا نقول تشبيه دخاني، إنه ممكن يكون هيك خيال، تمام، إنه يشوفها، وكل ما قربنا بيكون الرؤية أوضح. هذا حدا واحد من الأعراض، إذا بدنا نذكر أو نفصل أكثر بالأعراض. حقيقة هو هذا العرض الأساسي، يعني رح نتطرق فيما بعد للمد له أعراض أخرى، إنما الحسر العرض الأساسي اللي بيشكي منه أني أنا شغلة بعيدة ما بشوفها. بس الأهل بيلاحظوا، تمام، أنه الطفل بيقرب على التلفزيون، بيقرب على أي شيء ليشوفه، بيقول لك، أو حتى بالمدرسة ما عم يشوف من بعيد، اضطرت المدرسة أنه تقربه المقاعد الأولى حتى يقدر يشوف، رغم هيك في مشكلة. فهي الشكوى الأساسية أنه أنا الشيء اللي بعيد ما عم شوفه، إنما صار شيء قريب مني صار أوضح إلي. إذا كان هذا الحسر عالي ومرضي ودرجاته عالية ممكن يسبب مشاكل للشبكية، إلى علاقة بالذباب الطائر، بصير بيظهر بأعمار أصغر، بحس إنه في نقطة سوداء قدام عيني عم شوفها، أو مشاكل شرر ضيائي أو بهر ضيائي، هذا إذا عمل شيء مرضي بالشبكية. أما الشيء العام إنه أنا دكتور الشيء اللي بعيد ما عم شوفه بشكل واضح، هذا العارض الواضح، الشكاية الأساسية الأهل المفروض يستندوا عليه. تماما. طيب حكينا عن قصر البصر أو حسر البصر، رح نروح لطول أو المد نحن بنسميه. خلينا نعرف المشاهدين شو هو مشان نقدر نحن بعدين نعمل مقارنة بيناتهم. هلا نحن حكينا عندي طول للعين وعندي قوة كاسرة. هلا العين صارت صغيرة قصيرة، يعني قل الطول تبعها، أو إنه القوة الكاسرة الموجودة بالعين قلت، فبالتالي هذا الخيال عم يجي خلف الشبكية مو أمام الشبكية. هي هو مد البصر، تمام. شو هي الأعراض اللي بدنا نحكي عليها؟ حقيقة هو العكس تماما، الأشياء القريبة عم يعاني منها، سواء الطفل الصغير أو الكبير، مريض بشكل عام مريض المد، الأشياء القريبة ما عم يشوفها بشكل واضح، فهذا الشيء بيخليه مزعج، يعني على القريب ما عم يقدر يشوف بشكل واضح. الأطفال عندهم شيء بيعاوض هي المشكلة المرضية اسمها المطابقة تبع العين. ببساطة هي تشنج بالعضلات يلي هي ماسكة عدسة العين، بحيث انه هو لما عم يطلع على القريب صار يشوف، بس عم يطبق جهد، تمام، هذا الجهد
الشيء الطبيعي ما يكون لهالدرجة، هي هو عم يحاول يعاوض ويتغلب على المشكلة اللي عنده. بالتالي هو من أحد الأعراض له، غير أنه هو على القريب ما عم يشوف منيح، الأعراض الثانية هي الإجهاد البصري. شو يعني إجهاد بصري؟ يعني كتير بيشكوا الأهل أو الأطفال طلاب المدارس أنه الدكتور بس مسكت الكتاب بلش يدرس 10 دقائق ربع ساعة صار يوجع راسه، يحس تقل بعيونه، تقل بجبينه، ما عم يقدر يركز، صاروا الحروف يفوتوا ببعضهم. فهي أهم المشاكل. تمام، في شغلة بدنا ننوه إلها كتير مهمة، لما عم يصير هذا التشنج أو عم يصير هي المطابقة حتى نتغلب على مشكلة مد البصر، ما عم تصير لحال، عم يصير في تقارب بالعينتين، يعني العينتين عم يقربوا من بعضهم، وهذا الشيء بيأهل حقيقة لموضوع بيأهب لموضوع الحول. يعني الأطفال يلي عندهم مد بصر هن النسبة الأعلى يلي منلاحظ عندهم وجود الحول الأنسي، إنه بتللك العين فاتت لجوه، وهذا إذا ما عالجناه بوقت مبكر بالنظارات المعينة لنخفف هذا الجهد عن العين رح نوصل لنتائج مزعجة فيما بعد. طيب من حديثك دكتور يبدو الأطفال هنن أكثر عرضة اليوم للإصابة وبعمر مبكر، يعني خلينا نحدد اليوم كعمر، يعني وإيمت يمكن بشتد بالعمر 30 والأربعين؟ لا، الحسر البصر اللي حكينا عنه بالبداية بيبدأ بالأعمار من عمر 5 سنوات، إنما ذروته بأعمار سنين المراهقة بين 11 إلى 17 سنة، لأنه عم يصير تركيز أكثر وقراءة أكثر، فهذا العمر هو العمر الأشيع أنه نحن نلاقي فيه. أما مد البصر هو عادة أشيع بعد عمر 40، يعني بالأعمار الكبيرة بيشكوا كثير المرضى أنه أنا ما عاد شوف الشغلة على قريب، عم بضطر بعدها حتى أقرأ فيها بشكل واضح. فهي ذروتين للأعمار. طيب نحن الأهل كيف نوعيهم وننصحهم؟ أنا بقول دائما أنه صار عمر الطفل 6 سنوات بده يدخل المدرسة، خلينا نعمل له فحص لمرة واحدة نستكشف إذا في عنده درجات، في عنده قصر بالبصر، في عنده طول بالبصر، في عنده أي مشكلة نحن موجودة ممكن نحلها ونعالجها. طيب إذا هن ما راحوا أو أنه بدهم يتأكدوا أكثر، مثل ما حكينا لما عم نلاقي الطفل عم يقرب ليشوف، مو دائما نحن ننبهه انه بعد ورجع لورا، ممكن في مشكله، يعني الطفل ما عم يشوف لذلك عم يقرب. بس نحن بنلاحظ دائما الاطفال عندهم هي العاده انه بتلاقيهم طاحشين على التي في على الشاشه، خلينا ننفي انه في شيء سبب وبلا سبب. تمام. يعني فنحن بنقول له يعني اريد يرجع لورا لا تاذي عيونك، يعني فلازم انتبه على هي النقطه، بجوز يكون في مشكله. لا، رجعنا لورا بس بجوز هو مو شايف لذلك هو عم يقرب، بدنا نتاكد نحن من هذا الموضوع بانه نفحصه. الموضوع الثاني كثير بنعاني منه، الاهل بيفكروا انه الولد انه ما بده يدرس او مو حابب يدرس، بيقرا شوي بصير يبكي بدمع عيونه بيقول له راسي عم يوجعني، بفكر هو مو حابب. كمان هي المشكله لما يصادفوها الاهل نطمن على الطفل ونفحصه ونتاكد انه ما عنده مد بصر عم يعمل له اجهاد وعم يعمل له ازعاج بالقراءه والدراسه. طيب دكتور، مع موضوع مد البصر او حسر البصر بيكون في شيء مرافق، يعني مشكله ثانيه هي انحراف دائما بنسمع فيها، خلينا نعرف اكثر شو هو موضوع الانحراف اللي بيصير. الانحراف بدي اوضح الفرق بينه وبين الحول، ايام الاهل بيخافوا انه الولد عنده انحراف مثلا، انه شو انحراف؟ الحول هو العين كلياتها حاوله او منحرفه، انما الانحراف او الاستجماتيزم اللي عم تحكي حضرتك عنها هو موضوع انه الصوره اللي عم شوفها انا منحرفه مشوشه على القريب وعلى البعيد، في قوه بالقرنيه ما انا ظابطه عم توصل الصوره بشكل غير منتظم للقرنيه، كمان تصحيحها بالعدسات، انما هو بيرافق، ممكن يرافق مد البصر وممكن يرافق قصر البصر او الحسر. تمام، وبيعمل بيشتكي المريض من تشويش للقريب والبعيد سوا، وكمان موضوع اعراض الاجهاد البصري هو ما عم يشوف بشكل واضح وعم يتضايق بالتدقيق سواء للقريب او البعيد. خلينا نروح لخطه العلاج بالحالتين، حكينا اعراض وحكينا قديش بياثر على وظيفة العين. اليوم ممكن في حلول بين العدسات اللاصقة وبين النظارات، وآخر شيء ممكن اضطر الطبيب يروح للجراحة. خلينا نفصل بهدول الحلول، وإيمت الطبيب بيقول أنا بحاجة لجراحة اليوم؟ بداية هي الحل الأساسي هو موضوع النظارات، سواء عنده حسر أو عنده مد أو عنده انحراف لابؤرية، أنا بدي لبسه نظارة صحح له هاي المشكلة. العدسات اللاصقة نحن الأطباء ما بنفضلها لأنه لها مشاكل كثيرة، حتى لو كنا عم نعتني بتعقيمها ومتابعتها، إنما ممكن تأهب بحالات نادرة لمشاكل خطرة بنقول يا ريت ما لجأنا لها، إنما بحالات معينة بمناسبات معينة أكيد يكون المريض بعمر مناسب واعي كيف يستعملهم. يعني طفل أنا ما فيني أحط له عدسات لاصقة، مو عارفان شو هي العدسة اللاصقة وكيف بده يتعامل معها. الجراحة ما في وقت ولا في حالة مرضية أنا بتجبرني أني أعمل تصحيح بصر بالليزك أو الليزر مثلا، إنما هو موضوع قرار، المريض مل من النظارة صارت متعبة له بحياته اليومية، قرر أنه بدي استغني عن هاي النظارة. في شروط للموضوع، الشرط الأول أنه هو يكون تجاوز عمر 18 سنة،
يعني انا بهذا العمر يفترض انه بلشت العين تاخذ شكلها النهائي ودرجاتها النهائيه. الشرط الثاني مع عمر ال 18 انه تكون الدرجات ثبتت، يعني انا براقبه كل 6 شهور بلاقي الدرجات ثبتت لمده 6 شهور كامله مثلا، وقطع عمره 18 سنه، بس تحققوا الشرطين وكانت الصوره تبع القرنيه بتسمح اني انا اتداخل عليه جراحيا بموضوع الليزر او الليزك، فبطبق هي الخطه الجراحيه. طيب حكيت دكتور الشروط يلي بتخليني انا اقدر من خلالها فوت على عمليات الليزر او الليزك، ايمت ما بقدر انا اسوي ليزر او ليزك؟ بنشوف بعض الحالات اشخاص بيحطوا لسنوات طويله نظارات، بيروحوا لعند الطبيب ناويين يسووا العمليه بيقولوا له انه ما بتقدر، او بيضطروا يمكن يسووا اجراء جراحي تماما لحتى يقدروا يفوتوا على هذا الموضوع. خلينا نوضح اكثر هاي الشروط. قلناها اذا كان عمره تحت 18 هو حكما ما حيقدر يعملها. طيب اذا كانت الدرجات مو ثابته، يعني انا مريضي عمره 23 سنه عنده درجتين حسر، بعد 6 شهور لقيت هالدرجتين صاروا درجتين ونص، فانا مو من الحكمه اني فوته واعمل له ليزك تصحيح بصر، لانه ممكن بعد 6 شهور بعد العمليه يرجع يزيد نص درجه، فهي من اهم الشروط. طيب اذا كان الشرطين تحققوا اللي حكينا عنهم، شو الامور الثانيه اللي بتمنع؟ اذا كانت صوره القرنيه طبوغرافيا القرنيه ما كثير امنه، يعني سواء سماكه القرنيه ما بتسمح اني انا اشيل هي الدرجات، او انه شكل القرنيه تحدب القرنيه، القرنيه فيها ارتفاعات، فيها مناطق ما انا منتظمه، ما بقدر انا افوت المريض. ليش؟ لانه انا لو عملت له هذا التصحيح فيما بعد رح يعاني من مشاكل اكبر واعظم بكثير من موضوع النظاره اللي كانت عنده قبل. كمان نحن بنقول للمريض بهيك حاله انه في عندنا خيارات جراحيه بديله، اذا ما كان الموضوع عن طريق القرنيه ممكن نزرع عدسات جوا العين تصحح هي المشاكل وتخلصوا من النظاره ان شاء الله. طيب بحال اضطر اليوم انه او كان القرار باجراء عمليه جراحيه، خلينا نحكي هل في ممكن يكون في نسبه للفشل بالعمليه وبعد العمليه؟ اكيد في اجراءات اليوم المريض لازم يتبعها كرمال خلينا نقول رحله استشفاء. يعني دائما اذا كان تحضيرنا جيد للمريض، الشروط كلياتها محققه، صوره القرنيه امنه وسليمه، ما في يعني امكانيه للفشل. انما التحضير غير الجيد للمريض او استعجال المريض اوقات الشروط ما صحيه، هذا الشيء رح يحقق نسبه من الفشل. تمام، تختلف حسب كل مريض، يعني احنا ما فينا نحدد له. انما جراحه تصحيح البصر بالذات هي من الجراحات الامنه، لما بيندرس المريض صح وبتحط الاستطباب صح، فانا ان شاء الله تعالى ماشي لطريق صحيح وامن وسليم للمريض. تمام. اي عمليه، اي اجراء جراحي سواء زرع عدسه او تصحيح بصر بالليزر، اكيد في اطراف بدنا نتابع فيها، بدنا ننتبه من موضوع تعقيم العين، موضوع انه ما يقرب مي على العين، ما يفرك عينه. هي الامور التعليمات تختلف حسب العمل الجراحي اللي احنا قمنا فيه ونوعيته، انما ضروري كثير المريض يلتزم بهي التعليمات حتى ياخذ النتيجه الافضل من اي اجراء قمنا فيه. طيب دكتور ذكرت موضوع الليزر والليزك، خلينا يعني نوضح للمشاهدين شو فرق بيناتهم. تمام، هلا الليزك نحن عم نعمل شريحه، شو الشريحه؟ مثل الباب لما رديناه من طرفه بس ضل من طرفه موجود، وطبقنا الليزر تحت منها، ردينا رجعنا هي الشريحه، تمام؟ التحمت لحالها، اما الليزر لا، نحن عم نجي بمشرط عم نقشط قشط كامل للطبقه السطحيه من القرنيه او الطبقه الظهاريه ونطبق الليزر، فالجهاز نفسه يعني الليزر نفسه، انما التكنيك اللي انا عم بتبعه بالليزك عم بعمل شريحه، رد على طرفها وطبق ليزر ورد رجع هي الشريحه تلحم محلها، انما الليزر لا، انا عم بعمل قشط كامل للظهاره وبس خلصت بحط عدسه لاصقه فوق منها وبنطر العين لترمم حالها بحالها. تمام، نسمع بين الاشخاص بيقولوا انه انا عملت ليزك احسن من الليزر، فهو شو هي الاحسن؟ يعني انه تقنيه مختلفه ولا تحمي العين يعني اكثر؟ تمام، هلا طالما في شريحه والتحمت الشريحه بيبقى قد ما كان الانسان متابع ومهتم، نقاط التحام الشريحه هي نقاط ضعف، يعني لا سمح الله في المستقبل تعرض لرد قوي، ضربه قويه على العين، ممكن تفتح هي الشريحه، ممكن يصير في عدم انتظام فيها، لانه هي نقطه ضعف موجوده بموضوع الليزك. تمام، اما الليزر لا، رممت العين حالها بحالها، فنحن امام متانه وامام قوه للقرنيه بتطمنا اكثر للمستقبل. فانا بالعكس تماما اذا المريض كان فيني اشتغل له الليزك او الليزر، تمام، بي ار كي، لا بفضل الليزر، لانه صحيح هو بعد العمليه رح يعاني من اعراض الدماع والحرقه بالعين والم بالعين لمده اسبوع تقريبا، خصوصا اول يومين مزعجين، انما انا بكون اطمنت عليه فيما بعد، يعني من مبدا انه وجع ساعه ولا كل ساعه. دكتور اشرف، بنصائح اخيره وسريعه هيك لكل حدا اليوم عم نشوفنا كرمال نضوي اكثر على هذا الموضوع، اليوم شو بننصح المشاهدين؟ ننصح المشاهدين دائما بمتابعه دوريه مع طبيب العيون، الاطفال خلينا ببدايه دخولهم المدرسه نفحصهم لو مره واحده، اذا ما كان
في اي مشكله بنتابع بشكل روتيني، في مشكله بخبرنا الدكتور بالوقت اللي نحن بدنا نتابع عليه. انتبه دائما انه الاطفال بسلوكهم بدراستهم اذا مو مرتاحين معناتها في مشكله، عم يقربوا ليشوفوا كمان في عندي مشكله. فرك العين، حساسيه العين لما الاطفال عم يتحسسوا عيونهم ويفركون، هذا الفرك عم ياثر على القرنيه، يضر القرنيه، يؤدي لي لمشاكل فيما بعد. ما نتركه، ما نستهون فيه او نجيب اي قطره وبشكل عابر. فدائما الالتزام والاهتمام الدائم بصحه النظر بجنبنا مشاكل خطيره من البدايه ان شاء الله. بيقولوا قطرة العين كتير مهمة، حتى لو ما في أي وجع بالعين أو أي مشكلة، ترطيب العين نحن شو رأيك حكيم؟ إنه نحن مفروض دائما يعني كل ثلاث شهور نستخدم قطرة لرطب العين فيها؟ أنا بقول الشيء الطبيعي هو أحسن من أي شيء صناعي، تمام؟ الأطرات الموجودة اليوم في أطرات خالية من المواد الحافظة وأمورها كويسة، إنما إذا المريض عم يتبع العادات الصحية، ما عم يسهر كثير، عم يخفف ضوء الجوال، ما عم يقعد أعداد طويلة على الجوال أو الأجهزة التاب أو اللابتوب، ما وصل لمرحلة الجفاف، فليش حتى يستخدم قطرة مرطب؟ أما في حال وجود الجفاف خلص هو لا حول ولا قوة، بدنا نستخدم الأطرات ونتابع. يعني بالختام بدنا نشكر كثير وجودك معنا الدكتور اشرف السرور الاختصاصي بامراض العين وجراحتها، شكرا كثير لك المعلومات اللي قدمت لنا اياها. يعطيكم العافيه وشكرا لكم. اهلا وسهلا حكيم، نورت صباحنا.